لا 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 أتعلم أنا أتعلم. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. إحنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب، نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد. أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد، وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد. ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله أعزائي طلاب الصف الخامس البداية ابن خلدون فرع الياسمين. معكم الأستاذ أحمد خبلان مادة الاجتماعيات. حياكم الله وبارك الله فيكم أعزائي الطلاب. درسنا اليوم عن حل تقويم الوحدة السادسة. طبعا بعد أن أنهينا هذه الوحدة السادسة والتي درسنا وتعلمنا فيها عن أهم الأنشطة الاقتصادية وهي الزراعة والرعي والصناعة والتجارة والخدمات وصيد الأسماك، كان درسنا الأخير عن الصناعة. تعرفنا على أهم الصناعات في وطني، وأيضا على التجارة تعرفنا على أهم الصادرات والواردات في المملكة العربية السعودية. الآن نأتي لحل تقويم الوحدة السادسة. نبدأ بالسؤال الأول. طبعا حل تقويم الوحدة السادسة الصفحة 75. السؤال الأول: يربط الطلبة بين المادة الخام القائمة ألف وما يناسبها من المنتج في القائمة باء. يربط الطلبة بين المادة الخام في القائمة ألف وما يناسبها من المنتج الصناعي في القائمة باء باستعمال الأرقام. الآن في عندنا مجموعتين. المجموعة الأولى مجموعة ألف مواد خام، وعندنا باء المجموعة باء وهي المنتج الصناعي. طيب في المجموعة ألف المادة الخام عندنا مجموعة من المواد الخام. ما معنى المادة الخام؟ طبعا نحن تعرفنا عليها في درس الصناعة. ما معنى كلمة المادة الخام؟ إيش يعني المادة الخام؟ المادة الخام يعني المادة الغير مصنعة. الغير مصنعة يعني مادة غير مصنعة، نصنع منها أشياء، نصنع منها منتجات كثيرة. طيب وهنا عندنا وهنا في القائمة باء عندنا المنتج الصناعي. في القائمة ألف عندنا الأسماك، 2 النحاس، 3 الجلود، 4 الحليب. هذه كلها تسمى مادة خام أو مواد خام، أي مواد غير مصنعة. طيب في القائمة باء عندنا المنتجات الصناعية التالية: الحقائب المدرسية، التونة، أواني الطبخ، الآيس كريم، الدهانات. طيب نعود الآن للقائمة ألف. أولا الأسماك. الأسماك معروفة، الأسماك طبعا هنا مادة خام. ما هو المنتج الصناعي؟ يعني ماذا نصنع من الأنتاج من الأسماك؟ ماذا نصنع من الأسماك؟ ما هي المنتجات التي نصنعها من الأسماك؟ ما هو الخيار المناسب هنا؟ الحقائب المدرسية أم التونة أم أواني الطبخ أم الآيس كريم أم الدهانات؟ واضح الإجابة؟ طبعا أريد أن تفكروا بالإجابة وابحثوا عن الإجابة وابدأوا بالحل قبل أن نظهر الإجابات. يلا الآن فكروا بالإجابات. 2 النحاس. النحاس أيضا مادة خام ونوع من أنواع المعادن. طبعا ماذا نصنع من النحاس؟ الحقائب المدرسية أم التونة أم أواني الطبخ أم الآيس كريم أم الدهانات؟ أيضا فكروا بالإجابة. طيب الجلود. الجلود مادة خام، ماذا نصنع من الجلود؟ أم الحقائب المدرسية أم التونة أم أواني الطبخ أم الآيس كريم أم الدهانات؟ أيضا فكروا بالإجابة. عندنا آخر مادة خام وهي الحليب. الحليب مادة خام، نصنع منها كثير من الأشياء. ما هو الخيار المناسب لها؟ طيب نشاهد الإجابات. إذن الأسماك، التونة نصنع منها التونة. طيب النحاس، أواني الطبخ، أواني الطبخ. طيب الجلود، ماذا نصنع من الجلود؟ أيوة الحقائب المدرسية. آخر وحدة الحليب، ماذا نصنع من الحليب؟ واضحة
الايس كريم، الايس كريم. طيب طبعا ادهنت هنا كلمه زائده. طيب الان ننتقل للسؤال الثاني. يختار الطالب الخيار الصحيح فيما ياتي. الف تاتي الزراعه في الصداره بين، احنا درسنا انه من الانشطه السكانيه والاقتصاديه الزراعه. تاتي الزراعه في الصداره اي في المرتبه الاولى بين الانشطه الاجتماعيه ام الانشطه السكانيه ام الانشطه الرياضيه؟ يلا فكروا بالاجابه. تاتي الزراعه في الصداره بين الانشطه الاجتماعيه ام الانشطه السكانيه ام الانشطه الرياضيه؟ ما هي الاجابه الصحيحه؟ واضح ان تاتي الزراعه في الصداره بين الانشطه السكانيه. طيب باء، من عوامل نجاح الزراعه، من عوامل نجاح الزراعه الرمال ام البحار ام الاراضي الصالحه؟ نحن درسنا انه حتى تنجح الزراعه، حتى يكون عندنا زراعه ناجحه وتنجح الزراعه، لابد من توفر عده عوامل، اشياء عوامل حتى تنجح الزراعه. ما هي هذه العوامل؟ هل هي رمال، نحتاج الى رمال ام البحار ام اراضي صالحه للزراعه؟ طبعا الاجابه واضحه انه من عوامل نجاح الزراعه الاراضي الصالحه. جيم، من فوائد الصناعه، من فوائد الصناعه توفير فرص العمل، الخيار الاول، الخيار الثاني توفير المواد الخام، الخيار الثالث توفير الاراضي. يلا ما هي فوائد الصناعه؟ نحن ذكرنا في درس الصناعه انه من فوائد الصناعه اربع او خمس اشياء، ومن ضمنها ايش؟ ماذا نستفيد من الصناعه؟ توفير فرص عمل للعمال والموظفين، ام توفير المواد الخام، ام توفير الاراضي؟ ما هي الاجابه؟ نعم واضحه انها توفير فرص العمل، توفير فرص العمل. طيب الان السؤال الثالث. يذكر الطلبه اربعه من اهم الانشطه الاقتصاديه التي يزاولها السكان في المملكة. يذكر الطلبة أربع من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها السكان في المملكة. ما هي أهم الأنشطة الاقتصادية؟ أي الأعمال، ما هي أهم الأعمال التي يزاولها، التي يقوم بها السكان في المملكة؟ ما هي أهم الأعمال التي يقوم بها أو يزاولها السكان في المملكة؟ الأعمال أو الحرف أو المهن، الأعمال التي يقوم بها السكان في المملكة. عندنا كثيرة منها، نعم، الصناعة، التجارة، الزراعة، الخدمات. إذا عندنا الصناعة، التجارة، الزراعة، الخدمات، هذه من أهم الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها السكان في المملكة. الآن ننتقل إلى السؤال الرابع. ما أبرز صادرات وطني المملكة العربية السعودية؟ ما أبرز صادرات وطني المملكة العربية السعودية؟ نحن درسنا في الدرس السابق التجارة، في التجارة أن هناك عندنا صادرات وعندنا واردات. الصادرات، ما معنى الصادرات؟ أي الأشياء، البضائع، المنتجات التي تبيعها الدولة، تصدرها أي تبيعها للدول الأخرى الأجنبية والأمريكية وغيرها. ما هي أهم صادرات المملكة في المرتبة الأولى؟ معروفة، ما هي أهم صادرات المملكة؟ يلا فكروا بالإجابة قبل أن نظهرها. نريد ثلاثة منها. أهم صادرات المملكة معروف، يأتي في الدرجة الأولى النفط، يأتي في الدرجة الأولى النفط. وأيضا من صادرات المملكة أيضا إيش؟ نرى الإجابات، التمور والمنتجات المحلية. نعيد، إذا من أهم صادرات وطني المملكة العربية السعودية عندنا النفط، عندنا التمور وبعض المنتجات المحلية، لكن في المرتبة الأولى يأتي إيش؟ النفط، معروف، لأن المملكة العربية السعودية أكبر دولة منتجة للنفط. طيب الآن ننتقل إلى السؤال الخامس. يصل الطلبة ما في المجموعة ألف بما يناسبها في المجموعة باء باستعمال الأرقام. يصل الطلبة ما في المجموعة ألف هذه بما يناسبه في المجموعة باء باستعمال الأرقام. أيضا عندنا هنا أربع أشياء في المجموعة ألف نقرأها، التعليم
2 المادة الخام، 3 التمور، 4 التجارة. إن في القائمة باء أيضا البيع والشراء من الصادرات، من مقومات الصناعة، من الخدمات. الآن سنصل كل كلمة في المجموعة ألف بما ينسبها في المجموعة باء باستخدام أو استعمال الأرقام. وأتينا إلى رقم 1 في المجموعة ألف، التعليم. ما هي الجملة المناسبة له في القائمة باء؟ التعليم هو البيع والشراء أم من الصادرات أم من مقومات الصناعة أم من الخدمات؟ يلا ابحثوا عن الإجابة وحلوا الإجابات قبل النظرة. فكروا بالإجابات. التعليم واضح، هل هو بيع وشراء أم صادرات أم من مقومات الصناعة أم من الخدمات؟ المكمل المادة الخام. إيش يعني المادة الخام؟ البيع والشراء أم من الصادرات أم من مقومات الصناعة أم من الخدمات؟ التمور، هل هو بيع وشراء أم من الصادرات أم من مقومات الصناعة أم من الخدمات؟ التجارة، ما هي الجملة المناسبة لها؟ البيع والشراء أم من الصادرات؟ إذا نشاهد الإجابات. إذن التعليم من الخدمات. المادة الخام 2 من مقومات الصناعة. المادة الخام من مقومات الصناعة. 3 التمور من الصادرات. 4 التجارة البيع والشراء. التجارة هي البيع والشراء. الآن ننتقل إلى السؤال السادس. يملأ الطلبة الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة. يملأ الطلبة الفراغات الآتية بالكلمات المناسبة. عندنا 3 جمل. نقرأ الجملة الأولى، بيع السلع والبضائع. ألف، بيع السلع والبضائع وشراؤها داخل الوطن. يسمى، نعيد، بيع السلع والبضائع وشراؤها داخل الوطن يسمى. نحن قلنا في درس التجارة في عندنا نوعين من التجارة. التجارة طبعا هي بيع السلع والبضائع أو تبادل وبيع السلع والبضائع. فعندنا نوعين من التجارة. إذا كانت التجارة بيع السلع والبضاعة وشراؤها داخل الوطن، ماذا يسمى هذا؟ تجارة داخلية أم خارجية؟ فكروا بها، داخل الوطن. باء من فوائد الصناعة توفير، من فوائد الصناعة توفير فراغ، ماذا توفر لنا الصناعة؟ جيم من أهم عوامل نجاح الزراعة، من أهم عوامل نجاح الزراعة، مرت معنا قبل قليل أنه من أهم عوامل نجاح الزراعة توفر إيش؟ ماذا؟ طيب نعود للجملة الأولى ونشاهد الإجابات. إذن ألف، بيع السلع والبضاعة وشراؤها داخل الوطن يسمى، أيوة، تجارة داخلية. أما لو كان بيع السلع والبضاعة وشراؤها خارج الوطن أو بين الوطن ودول أخرى يسمى تجارة خارجية. أما بيع السلع والبضاعة وشراؤها داخل الوطن يسمى تجارة داخلية. باء من فوائد الصناعة توفير فرص العمل. جيم من أهم عوامل نجاح الزراعة الأراضي الصالحة للزراعة، من أهم عوامل نجاح الزراعة الأراضي الصالحة للزراعة، الأراضي التي تصلح للزراعة والتي ينمو بها النباتات. طيب الآن ننتقل إلى السؤال السابع. يضع الطلبة علامة الصح أمام العبارة الصحيحة وعلامة إكس أمام العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. ألف، كانت الزراعة في صدارة الأنشطة الاقتصادية للسكان قبل اكتشاف النفط، أي أنه كانت الزراعة أي في مقدمة الأنشطة الاقتصادية، أي كانت الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية، يعني كان يعمل بها عدد كبير من السكان. متى؟ قبل اكتشاف النفط. هل هذا صح أم خطأ؟ فكروا بإجابة. باء، تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية على أن تكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات. نحن قلنا أن هناك صادرات وواردات. صادرات هي الأشياء أو البضاعة أو السلع التي تبيعها الدولة تستفيد منها، أما الواردات هي الأشياء التي نستوردها أي نشتريها من الدول الأخرى. فهل تحرص حكومة وطني على أن تكون قيمة الواردات الأشياء التي نشتريها أعلى من الصادرات؟ صح أم خطأ؟ نفكر بها. جيم، تراجعت حرفة الرعي بسبب تدهور المراعي الطبيعية. تراجعت حرفة الرعي أي قل عدد العاملين بالرعي بسبب تدهور، أي قلة المراعي الطبيعية بسبب قلة النبات الطبيعي. صح أم خطأ؟ دال، الصناعة هي تحويل المادة الخام الأولية إلى منتج أكثر فائدة للإنسان. الصناعة هي تحويل المادة الخام الأولية إلى منتج أكثر فائدة للإنسان. صح أم خطأ؟
نشاهد إجابات. عدنا للجملة الأولى، كانت الزراعة في صدارة الأنشطة الاقتصادية للسكان قبل اكتشاف النفط، صح. باء، تحرص حكومة وطني المملكة العربية السعودية على أن تكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات، خطأ. جيم، تراجعت حرفة الرعي بسبب تدهور المرايا الطبيعية، صح. دال، الصناعة هي تحويل المادة الخام الأولية إلى منتج أكثر فائدة للإنسان، أيضا صح. لأننا نكون قد انتهينا من حل تقويم الوحدة. أعزائي الطلاب، بارك الله بكم وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.